أستطيع أن أتكلم ومن أرض صلبة. كيف استطعنا خلال هذه الفترة بتوجيه سامي من سمو الأمير أن لا نتجاوز حدود خصوصية تلك العلاقة ومستواها السياسي والمحافظة على زخم وقوة تلك العلاقة؟ واستطعنا الحمد لله بتلك التوجيه السامي وبدعم من الحكومة الكويتية ووزير الخارجية الشيخ صباح الخالد آنذاك سمو رئيس مجلس الوزراء الحالي التوجيهات المباشرة لأعضاء الفريق التفاوضي ولجنة الحدود والمواساة، وخلقنا ما يسمى بالتوافق الرسمي للتعامل مع الأشقاء في المملكة. وبأقول وبصراحة مطلقة أنا سعيد أني في علاقتي مع السعودية أفكر بصوت مسموع وليس أتعامل مع تبادل وجهات نظر. وصلنا إلى مرحلة أن نعبر عما نفكر فيه لأننا ننطلق من وحدة المصير، أن المصلحة مشتركة، الهدف الاتفاق وليس الافتراق. نعم.